مباشرة عبر ام تي في متابعين لقائنا المباشر معكم بعيد ديس لبنان الكبير شرب مباشرة من دير مارمارون عناية. بدي اشكر الاب شادي بشارة الراهب اللبناني الماروني على مشاهد مميزة سجلها بقلب هالدير وبقلب المحبسة، رح بتشوفوها خلال حلقتنا من خلال هالترانيم يلي رح ترافقكم باجمل اصوات لبنان اللي غنت القديس شربل. بشرفنا تكون شاشاتنا موجودة بمختلف أنحاء الدير وحتى الناس يلي عم بتصلي أمام الضريح وعند خروجها أو بباحات الدير الداخلية تقدر كمان تتابع هالبث المباشر وبالأخص القداس الإلهي اللي رح يبلش على الساعة 11 الظهر ويترأسه سيدنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. بدي حيي كمان ميشيل حايك من صفحة يسوعنا اللي رافقتنا بالإضافة لكل الصفحات الإيمانية واللي عم تنقل كمان عبر موقعها من خلال موقع mtv.com.lb مباشرة هالحلقة. تحية للكل وشكرا على اهتمامهم واندفاعهم. نعمة جديدة، نعمة حلوة كتير، حيرت الطب، حيرت الأطباء العاديين لأنه الطبيب السماوي عمل شغله. باتريك أهلا وسهلا فيك. والحمد لله على نعمة الشفاء وعلى هالمرحلة الصعبة اللي قطعتها. بدي أسمع قصتك من الأول، كيف بلشت، كيف بلشت الأوجاع تصيب جسمك وكيف انتقلت من بعدها على المستشفى وصولا للمراحل الثانية. خلينا نبلش بالأوجاع وانتقالك للمستشفى. بدنا نختصر القصة، أكيد أخذت شهرين ثلاثة. أنا حدا بالمبدأ كل حياته مش أخد بانادول، يعني صحة كانت ممتازة جدا 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 لا كريسمس نيو يير، يعني شهر 12/1 جانيوري أول سنة، عم نحكي من 6-7 أشهر، يعني صار التراجع، صار في تراجع عندي كتير قوي وكتير سريع، يعني بأسابيع معدودة صرت أدهور لورا، ما عاد فيني امشي، ما عاد فيني اطلع درج، ما عاد عندي اذا بدك بالايدين باور احمل اي شيء ابدا، ما عاد في نفس، يعني كانه عم تتعطل وظائف الجسم كلها شوي وشوي، وصارت تتراجع بشكل كتير سريع. هلا بصراحه انا اول شيء بالبدايه ما مثل اي انسان، ممكن يكون جريب، ممكن يكون اي شيء، فتوصلت لمرحله ما عاد فيني اخذ هواء، ما عاد فيني احكي، وبلشت من هوليك ورايح حقيقة بلشت بالمستشفيات. تعذبت كتير لأنه فت تقريبا 10 مستشفيات خلال شهرين، أكيد ما حدا عم يعرف شو فيه، كانت الاحتمالات صراحة واردة، مفتوحة الاحتمالات قدام الأطباء أنه كل شيء وارد موجود، شو ما بدك، مش ممكن إذا بدك ما سمي كل شيء بالنسبة لأنه كان ممكن يكون يعني موجود، يعني وصولا للأمراض المستعصية 100% من الرأس للدماغ للصدر للرواية للكلاوي لكل شيء. تقريبا اللي مرقت عليهم أنا بيتعدوا 38 حكيم مع المعاونين تبعين تبعولهم، لكن خلينا نذكر 10 مستشفيات بالضبط 38 طبيب تيعرفوا شو بك وشو سر هالانحلال بالجسم، لدرجه انه ما خلوا فيي ما بقي شيء، ابر وفحوصات وفي جزء كبير من الفحوصات صار ينبعت على فرنسا، يمكن مش ما بدي اقول ما في ثقه، بس انه صاروا يحاولوا ياخذوا نتيجه من فرنسا. هلا انا هون صراحه أكيد بسوا، كمان عاد بسوا حوالي جمعتين أو 18 يوم تقريبا بسوا، فبهالحالة أنت بتكون صرت نفسيا بالأرض، يعني ما بتصير كتير تعبان، بدك حدا يقول لك شو بك،
هلا اكيد في اشياء هني ما بيحكوها. لا سائب ب 22 اشباط بالضبط. انا حدا تحكيك صراحه جدا عادي يعني مثل كل هالناس، ماني هالمتعبد اللي بيركع كل يوم وبصلي يعني عادي. ب 22/2 بالضبط بالصدفه في حدا زارني وصاير معه شيء، وفي بي يعني معه مسامح، انت عارف بسواه بشرحوك كل شيء ما في شيء. فصراحة اللي اجى زارني قال لي ما فيني اقدم لك الا هالمسبحه ملكي بتساعدك. قلت له صراحه اجت بوقتها لانه معي كانش مسبحه واخذوها مني بس من بس فتح سواه 22 شباط. طلبت من مرشاربيل كلمتين بسيطين جدا، وكنت عم بحكي معه بشكل مباشر. قلت له في ناس احق مني بكتير انك انت تشفيهم، واليوم بالذات انا كلني ثقه انه رح تجي على دار مرشاربيل العالم كلهم ناطرينك كبار وصغار، ومش بس بلبنان بكل العالم. هون كلمتين الحقيقيات رح اقول لك اياهم، روح شفي كل الناس، بدي اياك تشفي قد ما فيك لانه في ناس عم بتصلي بدي اياك، انا ما بستاهلك. وبعرف بس رح اطلب شغله وحده، اذا انت بتلاقي خرج تتذكرني باي وقت انا ناطرك بس لا اكثر ولا اقل. وراحت القصه للساعة 3:30 بالضبط بعد نص ليل، انت عارف بسوا الساعة 3:30 بالليل ما في حدا، ما في حدا يعني نايم ولا عاطينه الادوية اوريدي رايح يعني. الساعة 3:30 بالليل بالضبط حسيت شيء غريب عندي بالاوضة، لانه كنت لحالي من الجناح تبعي، وشيء قطع فوق جسمي، حسيت بشيء قطع فوق جسمي. كنت انا هون كثير مهم الخبريه، قلت له اذا جيت شفيتني انا بدي منك شغله وحده، لانه يمكن بلكي كنت نايم ما حسيت فيك او ما شفتك، مش بالضروري اشوفك، بس بدي منك شغله وحده، تعطيني 3 اثباتات او 3 اشياء تحسسني انه انت جيت، هيدي اهم شيء عندي، واذا تشفيني بكون بملولك. ثاني يوم من الجمعة، هذا كان يوم خميس 22 شهر، ثاني يوم نهار الجمعة وعيت حسيت في شيء انه خلص بدي اقوم امشي. فبعت ورا المسؤول على الطابق دكتور، قلت له لو سمحت بتشلوني من السواق فورا، انا ما بدي ضل بالسواق. قال لي ما بصير، بدك تنطر للتنين لانه فحصك بيجي التنين، بناء على فحص فرنسا بنقرر نحن مش انت بتقرر. قلت له انا بمضي ورقه على مسؤوليتي بتشيلوني وفورا، لانه رح اقطع الشرايط ما بدي اقعد هون، بتشيلوني على الغرفه فورا. لقوني مصر جدا، يمكن ما بدهم يعملوا مشكله معي، اجى الورقه انه اوكي شيلوا على الاوضه. بلشت معي يوم السبت، ثاني يوم الساعه 11:30 12 الظهر، تعرف انت اللي بيطلع على الأوضة بعد شهرين معاناة بده يكون عنده الغرفة معباية، يعني الوالدة والأهل والخالات والأصحاب. حتى كان معي شاب يمكن عم يسمعني اسمه جوزيف، كان عم يعمل شيء عملية للحوض، مدامته حد منه. هلا انت عارف القاعد بالتخت المريض ما معه براية، ما بيشوف حاله، مين بيشوفه؟ اللي بوجهه، اللي قاعد بوجهه. فبلحظة صار مثل نطوا كلهم علي ومثل صرخة انه ما تحرك لنشوف شو هيك شو عم بصير. انا بيني وبينك راح علمي، قلت انا في شيء فيي صار وانا مش عارف. فكان اول ظهور للصليب، ما بعرف اذا الصور عم تعرضوها. يلا خلينا نشوف الصور اذا بتريدوا. تفضل تابع حديثك. لكن ظهرت اشارة الصليب على جبينك. نهار اللي بنتربد، نهار التنين، نهار اللي بيكون التنين الرماد، بكون الرماد بشكل صغير بينعمل. خلينا بليز نرجع نقطعهم ما بين للصور عملي معروف. فاللي صار صراحة ظهور الصليب بشكل كتير كبير، أنا صنديحتي عريضة مثل ما شايف، كان ظهور الصليب على كل الصنديحة،
استغنى الظهور مدة ساعة. نعم عم نقدر نشوف الصليب، وهيدي صورة الرواية كيف كانت حالتهم. حقيقة ظهرت إشارة الصليب، طلع الصليب لمدة تقريبا ساعة. هاي كان أول يوم، يوم سبت. ثاني يوم الأحد كمان أكيد للمرضات والحكمة واللي عم بيعالجوني صاروا يجوا بالليل لعندي من بعد ما فلوا العالم ليشوفوا ويصوروا شو عم بيصير. قلت لهم هلأ راح الصليب، بعدين ما بعرف شو بيصير. ثاني يوم نفس الوقت كمان ظهور بتاني صورة. إذا بتنتبه أول مرة كان الصليب بشكل عادي، ثاني مرة نهار الأحد صار الظهور مثل حدا بأصبعه اثنين من تحت مزيح بإيديه. كان غير تغير شكل الصليب، بس صليب كبير بين عندك. نعم عم نشوف الصورة بالصورة. وتالت إشارة كان يوم التنين، آخر مرة ظهر فيها الصليب على راسي كمان بكبير. صراحة بعد الظهر شي تنتين يمكن بيجي الحكيم تبعي ومقال لي مبروك إيش من فرنسا النتائج نيجاتيف ما في شيء. اف هون كانت النتيجة اللي نحن ناطرينها تنشوف شو بده يصير. ومن هنيك ورايح صار كل النتائج، لأن ضليتني كذا يوم بالنسبة لهم ما بسكتوا الملف بهالسهونة، بدو يتأكدوا. صراحة كل مستشفى فوت علي يكبوا كل شيء ويرجعوا يفتحوا لي ملف جديد. يعني في اشياء عادت عندي اكثر من مره. والنتيجه النتيجه نيجاتيف. لحد هلا كله نيجاتيف. نيجاتيف بالطب، بوزيتيف بالحياه ان شاء الله. اكيد ومع مر شربل وشفاعته ويسوع المسيح. انا بدي مر كلمه بسيطه. في ناس عم تتهمنا، انا صراحه كنت اخر انسان بالعالم بتوقع مر شربل يعمل معي هيك، يمكن ما بستاهله. لدرجة انه انتو عم بتقلهو لمر شربل، عم بسمع كتير من الناس انه انتو عم بتقلهو لمر شربل. نحن الهنا واحد يسوع المسيح، هيدا هو الاله تبعنا. الروح القدس هو اللي مقلو لمر شربل روح شفي فلان او فليتين. انديس مر شربل عم يشفي باسم الرب، بس أكيد. مش هو الرب اكيد، مشان ما يتهمونا انه عم نقلب. هيدي محسومه. باتريك انا بشكر شهادتك الحلوه. ثانك يو. وانت اكيد بتستاهل. تسلم لي. انا الهدف مش الظهور ولا الاعلان. اكيد ولا واضحه. المهم الناس حقيقه في موجود، اللي بيحكي مع مشربي موجود. نعم. على كل حال الصليب اللي عجبينك والصليب اللي مبين من قلبك ومن حديثك هو شهادة حقيقية عن الإنسان شو بحس وعن تواضعه وعن كيف طلبت نعمة الشفاء بشفاعة شربل. أنا بدي أشكرك. بذكر قطعت على 10 مستشفيات، 38 طبيب. صحيح. ومعاون طبيب. صحيح. شفوك، وبقي الطبيب السماوي وحده. هو وحده اللي من خلاله نلت الشفاء. حيو. الحمد لله على سلامتك واهلا وسهلا فيك. يعني طبعا هون الكلام يعني قد ما نعبر الكلمات ما رح تساع مشاعر الفرح اللي بحس فيها هالانسان اللي قطع بهالجلجله وشاف النور من خلال يسوع المسيح وشفاعة شربل يلي هو صوره صادقه وحقيقيه عن الاله المنتصر على الموت، هالإله المحب القادر أنه يمنح نعمه مثل ما منح نفسه على الصليب لكل إنسان بالعالم. سجلات مر شربل تشهد. متابعين مع الأصوات الحلوة مع جوقة معهد القديسة رفقة، هون بحيي الراهبة اللي بحبها وكتار كتار كتار بحبوها الأخت مرانا سعد على تجاوبها وإعدادها الدايم وعلى هالجوقة اللي بترفع على الراس. تنسمع منهم من كلمات أنريز غيب وألحان جوزيف خليفة، واستمتعنا فيها بصوت مجد الرومي ومنعرفها منيح نشيد شربل أو يا غافي وعيونك. تفضل. عشفونا حبيت
البخور يا غافي وعيونك لعينينا نور زهرت عشفونك حبة البخور إداسك الحقل مذبحك البيت بحنيت السبل نادرت وصليت يا شرب ساعدنا يا شرب ساعدنا يا شرب لحمينا حمينا يا شرب ساعدنا يا شرب ساعدنا يا شرب لحمينا حينا يا شرب لحمينا